السلام عليكم ومرحبا بكم معنا مشاهدينا الكرام في حصتكم طيب معنا على قناة النهار، ونرحب كذلك بسبونسور اللي حاضر معنا طون كاب دو فير. بلا ما نساو نرحبوا بالفريق القائم على الحصة نهار اليوم. معنا في الإخراج جمال طير، وراء الكاميرا عبد القادر ولي، بلا ما ننسى الصوت معنا ياسين برماق، والماكياج ريما اللي نقولها يعطيها الصحة. إذن أمين طير وعبد القادر ولي وياسين برماق هما ليكيب تاع نهار اليوم. إذن نحييهم ونقول لكم لوموني جيتكم به نهار اليوم، بما انه الاطفال راهم في عطله قصيره فماذا بيا نديروا لهم الاطباق اللي يحبوهم. فهمتوا باش يريفيزي واليز يعني ماشي يلعب هاد العطله، هاد العطله تاع الحفاظه والمراجعه باش يدخلوا ديراكتوم مع الفروض. اذا بما انه عجبتكم البيتزا بورز اللي درناها المره اللي فاتت وبعثتوا لي عليها بزاف، قلتوا لي ديري لنا وصفات مشابهه، اذا اليوم راح نديروا بيتزا ساندويتش راح تكون تشبلها شويه لكن شويه اختلاف وتشبع وبنينه بالبزاف، يعني البنه هنا راح تكون قوه. راح نرافقوها كذلك بدي كيك، نديروا ان كيك وشوكولا اللي راح يكون كذلك بنين واقتصادي، مقادير موجوده في كل بيت، يعني دائما وصفتنا سهله وبنينه وسريعه واقتصاديه. المقبله باش نوازنوا لو مونيو تاعنا، يعني بما انه عندنا بيتزا فحبيت انه يكون عندي حساء خفيف خضار وبقوليات بما انه دخل موسم البرد. ان شاء الله كذلك يعجبكم الحساء اللي جبتوه. راح ندير حساء تاع بواكاسي بالخضار، ما راحش يكون سان جيرمان يعني تاع البواكاسي وبطاطا زوديا، راح تكون فيه اضافه صغيره. بقاو معنا دوك نعطيكم المقادير. اذا نبداو بالحساء هو الاول باش نحطوه يطيب، ونروحو ندورو لا بيتزا اللي عندنا اليوم، بيتزا ساندويتش ولا بيتزا كازون. واش نحتاجو في الحساء؟ قلت لكم عندي بواكاسي، دونك بواكاسي انا شمختو في شويه ما دافي باش يطيب لي بالخف، عندي حوالي ساعه ملي شمختو. تقدروا تشمخوه اكثر، ساعتين ربعه، قد ما تشمخوه قد ما راح يطيب لكم بالخف، سورتو الناس اللي ما عندهاش لا كوكوت. يعني نهضر كيما انا راح نطيب في قدره، اما الناس اللي عندها لا كوكوت مينوت ما تحتاجوش انكم تشمخوه. دونك عندي كميه قلت حوالي كاس كبير شمختو في مدافي، عندي بطاطا وعندي زروديه وعندي بصل وعندي سنه تاع الثوم وعندي ان بوكا غارني اللي لازم يكون في كامل لي سوب. اذا حندير شويه زيت، وكما على بالكم لي سوب يا اما زيت وزبده يا اما زيت وزيت زيتون. بسم الله، عندي ملعقه صغيره هنا، ونقطعوا الخضار الى قطع صغيره. نبدا بالبصل هو الاول، نقطعوه مكعبات لكن ماشي صغيره صغيره، راح تكون مكعبات متوسطه. هنا عندي زوج حبات صغار تاع البصل، نتوما ديروا حبه متوسطه راح تكفي. دونك كي يبدا يبرد الحال هذا واش ينفعنا، دي سوب ومعهم حاجه خفيفه. نخلي البصل تاعي يتقطع يتقلى عفوا في الزبده والزيت، ونقطع عندي هنا زوج حبات تاع زروديه. عندي كذلك سنه كبيره تاع الثوم، ثم اللي كانوا صغار ديروا زوج ولا ثلاثه. يعني لازم نعطيوهم تحميصه شابه في هذيك لا مارغارين باش يكونوا بنان، يعني باش يرفدوا شويه البنه. اذا قلت عندي بطاطا وعندي كذلك حبه تاع البسباس للناس اللي ما تحبش الكو تاع البواكاسي. دونك بهاد الحبه تاع البسباس لا سوب تاعنا راح يتبدل لوكو تاعها، تعطينا بحلاوه
تولي من السماء وتولي بنينه ويقدروا ياكلوها الاطفال بلا ما يفيقوا انه فواكاسي. تقدروا ديروا حبه كما تقدروا ديروا النص اذا كانت الحبه كبيره. ما نستغناوش على بوكي غارني، دوك نربطو شويه قصبر مع شطبه كرافس، بسم الله، وشويه تاع المعدنوس. حمصوا مليح برك، دونك حبه تاع البطاطا انا هنا تكفي، ونربط بوكي غارني قلت لي راح يكون فيه كرافس وشويه قصبر ومعدنوس. ما ننساوش هاد الحشيشه هذه تاع البسباس، هذه كذلك مهمه تتلقى لنا الريحه وكذلك تقدر تكون في الديكور. هذا شويه معدنوس مع القصبر، تقدروا تزيدوا الرند، نربطوهم مع هذيك الكرافس. يعني راح يمد بنا لو بوكي غارني لا سوب اللي عندنا ولا اي سوب وحده اخرى. زيروه ويجينا ساهل باش نحوه كي نجيو نميكسيو الخضره، ومن بعد يعني هو راح يتكمش اكيد ما راحش يبقى كيما. نحركو مليح، نديرو لها شويه تاع الملح، ما نكترش كما تقدروا ديروا مكعب مرقة الا حبيتوا تضيفوا لها كميه من الدجاج ولا حبيتوا في اللحم، يعني هنا انتم مقدوركم، لكن كما قلت لكم جينيرالمون لي سوب ما نديروش فيهم اللحم ولا الدجاج، يكون برك هذاك المكعب تاع المرق. راح ندير شويه ملح شويه فلفل كحل، وعندي كذلك شويه تاع الكمون. نحرك مليح، نغطيه نخليه يتقلى شويه، نحضر له كميه تاع الماء سخون. نروحو نديرو بيتزا ساندويتش اللي تشهي واللي على بالي راح تجلب لكم الاطفال. هذاك نهار ديجا بيتزا بول او يقول لي الاطفال والاكبر والله لغه عربيه فصحى يا كادر. اذا الصغار والكبار على بالي بلي راح يحبوا هذه الوصفه. كون تشوفوا نهضرنا هذيك البيتزا بولز والناس طبقوها وبعثوا لي والله جاتهم ما شاء الله، هما فرحوا وانا فرحت وطلبوا مني نعاود وصفات مشابهه. جوستومون باسكو البيتزا هذه الدراري كامل يحبوا البطاطا المقليه، مع اني ما نحبهاش لكن قلت بما ان رانا في العطله عفوا والدراري هذا واش يحبوا، وغيرت لكم المره اللي فاتت كنا درنا فيون داشي. اذا اليوم شويه تاع المرقاز وصوص طوماط والزيتون، الله الله واش نحكي لكم. قلت لكم بيتزا قوه قوه قوه، جربوها برك. اذا نرجعوا للبيتزا تاعنا بعد اللي مرقنا لا سوب، قليناها درنا لها البوكي غارني ملح فلفل كحل،
شويه تاع الكمون ونروح للبيتزا ساندويتش. قلت راح نعتمد تاع عجينه، قلت لكم العجينه تاعي ما نتخلاش عليها، ندير بها المالح وندير بها الحلو، ودرنا بها عده وصفات في الخبز، درنا بها بغيوش، ودرنا بيتزا صوص بلانش الا شفيتو، درنا كذلك بيتزا صوص طوماط. درنا اليوم نفس العجينه، كاس تاع الماء، كاس تاع الحليب، 4 كاس تاع الزيت، مغرفه كبيره خميره، ومغرفه كبيره سكر، مغرفه صغيره تاع الملح، ودرت فيها شويه تاع الزعتر، بيضه، ولا درتو كاس حليب، اذا درتو نص كاس نص كاس قسموا المقادير على 2، ولا درتو الكاس ديروا 2 حبات بيض، وطميتها بالفرينه، تغطيوها وتخليوها تخمر. يعني عجينتنا المعتمده، نعاود لكم، كاس حليب، كاس تاع الماء، 4 كاس تاع الزيت، 2 حبات تاع البيض، خميره، سكر، والملح، وشويه تاع الزعتر، ونطموها بالفرينه. هذه هي عجينتنا اللي قلت لكم انا راني معتمدتها منذ سنوات، ودرتها معكم رانا في 10 سنين، والمتابعه القدم على بالهم واش راني نحكي، كامل مجربينها. بسم الله، شوفوا خمرت، دارت هذوك الخيوط، الله الله. قلت لها كانت السيده خدامه ولا مشغوله، تعجنها الصباح تحطها في الفريجيدار وتخليها، كي تدخل العشيه تصيب لاباط تاعها واجده تخدم بها. برك عفوا نسيت لكم مغرفه تاع المارغارين اللي نديروها اخر شيء، يعني بعد اللي نجمعوها بالفرينه ندير لها مغرفه تاع المارغارين. عفوا، اذا انا جبت ان بلاطو باش نكور فيه العجين. كوزينة هذه هي فيها حاجة تطيح، حاجة تتكسر، حاجة تنحرق، نسخو حوايجنا. هذه هي لا كوزين، ماذا بيا دخلوا لي الأطفال في هاد لومبيونس، يعاونوكم، يعجنوا معاكم، يحضروا معاكم صوص طومات، سختو كي راهم فاكونس، خليهم يدوروا معاكم وتشوفوا هذيك لومبيونس. بسم الله، ديروا كويرات كيما حبيتوا، تحبوا صغار تحبوا كبار. المرة اللي فاتت درناهم 120 غرام على ما أظن، كانت الحبة مليحة. هذيك هي نديروها 120 باسكو تخمر واش يكملها من بعد، باش هكا كل واحد يكمل حبته. دونك ديروا بين 80 وال 120، وانتم احرار تحبوا تكبروا، لا كنتو وكالين ديروا حتى 150. دونك عندنا فيها قلت صوص طوماط، تحبوا تحضروها كيما درنا الوصفه مع بعض، طوماطيش وبصل والثوم، وحطيناها فوق النار، قطعنا الطوماطيش مع البصل وشويه تاع الماء، خليناها تغلي حتى تغلي باش نميكسيوها، ما باش تجينا حمراء، باش نزيدوا لها الزيت والملح الزعتر ونميكسيوها يعني، وتعاودوا رجعوها تغلي باش تجينا حمراء، ما نزيدوا لها ني طوماط تاع لي بواط ني عكري ني حتى حاجه، يعني وحدها تجي حمراء كي ما ديروش الزيت من الاول. دونك عجينتنا كيما قلت لكم، كي ديروا بزاف وتقعد لكم تقدروا ديروا بها خبز، باغيت، تقدروا ديروا بها كشغل امبورغر، ديروها كسره كيما المطلوع، طيبوا في الفوق ولا في الطاجين. يعني العجينه كي تجيكم زياده وما تقعدش لا فارس، تقدروا تطيبوها حاجه واحده اخرى وما تروحش خساره. الوغ انا نزيد حبه ونبداو نخدموا، بعد نشوفوا من لحقنا بيان سور، حنا الوقت تاعنا ليميتي. الوغ توجور نكوروا باسكو لاباط توجور لازمها ان بتي طون دروبو، يعني بعد اللي نكوروها لازم تتعاود ترتاح. يعني راني دائما نهضر ونعاود المتابعات الجداد باش يتبعوا معانا. الوغ الا درتو كاس كاس راح تجيكم تاخذ لكم تقريبا كيلو، اذا تخرج لكم تقريبا 10 حبات، ولا درتو نص كاس تخرج لكم 5، يعني بما فيه الكفايه. دونك شوفوا نتوما وافراد الاسره تاعكم، انا نغطيها باش ما تخسرليش لاباط. وزنتها، نطلعوها هنا نيتوايي، ونبداو نشكلو في البيتزا ساندويتش اللي ان شاء الله تعجبكم وتجربوها لوليداتكم. قبل ذلك لازم نقطع هذاك المرقاز بعد اللي قليتو. الوغ عندي اون بلانش هنا، شويه فرينه، نقطعوه. من الاحسن كيما درت البطاطا درتها مربعات صغيره باش يسهل علينا كي ناكلوها. الوغ
معليش قطعوهم مكعبات صغار باش حتى كي ناكلو تسهل على الاطفال. اختاريو برك مرقاز مليح، انا توجور عندي بوشي واحد اللي نشري عليه والحمد لله، حتى وكي يعني ما دابليش بزاف، ماشي كامل شحم، يخدم نوعيه جيده. نتوما تاني تخدموا عند واحد كي تصيبوه يخدم مليح، داوموا عنده ما تغيروش، كي توالفوا عنده حتى وكي تكون حاجه ماشي مليحه ما يعطيها لكمش، يقول لك نو المرقاز تاع اليوم ما تدوهش مثلا. هكذا كلش واجد. دونك عندنا صوص طوماط، بطاطا مقليه مكعبات، قليت المرقاز، تقدروا تعوضوه باللحم اشي ولا بولي اشي، عندي شويه فرماج، ولا تقدروا ديروا الصلصه اللي حضرناها مع بعض المره اللي فاتت اللي كنا درنا فيها كريم فريش وفرماج، يعني شوفوا نتوما وما حبيتوا. انا عندي فرماج يعني دايب يقدر يعاونني في الخدمه، هي جينيرالمون نديروا هذيك لاصوص كي نخافوا الفرماج ما يمشيناش. هاديك الموس وانا كنت نحوس عليه، نجيبو حلال وين راهم الحلال تخباو الوغ نحب واحد كبير. يلا وزلنا لي بول تاعنا كلش راهو واجد قدامنا، مازال خصنا برك ان بتي بلاطو اللي نديرو فيه. لو فور تاعنا كذلك راهو مشعول، لازم الخطوات كامل تكون واجده قدامكم باش تبداو تخدموا. جو بريفير نبدل خلوها طيب وحنا نحطو لو بلاطو تاعنا هنا باش نخدمو عليه. دونك حتى السخانه اللي راهي في لا كوزينيا راح تساعدني باش لا بيتزا تاعي تطلع شويه لهليه، ما تخافوش. اذا بسم الله ناخذ لا بول تاعي، يا سورتو ما خلوها تريح على الاقل 10 دقائق باش تعطيكم الطوع، وتقدروا تحلوها ما تتكمش لكمش، 5 دقائق 10 دقائق ما تهلكش لو طون تغلفوا لو بلاطو تاعكم. قلت تكبروا وتصغروا كيما تحبوا. هاي ريحه الكرافس والحشاوش هي بدات الله الله. دونك انا ما راحش نكبرهم بزاف بزاف، ومام طوم ما ترقوهاش، يعني نخدم ونعطيكم في النصائح ما ترقوهاش بزاف باش تقدروا ترفدوها. لا رققتوها وكبرتوها بزاف ما راحش تقدروا ترفدوها. بسم الله نروح لاصوص طوماط. درنا لها صوص طوماط ومن بعد نديروا شويه تاع المرقاز. نديرو فرماج، لو فرماج توجور بين البطاطا وحاجه واحده اخرى باش تلصق، يعني كي يذوبنا هذاك لو فرماج البطاطا هذيك. ونزيدو شويه فرماج فوالا، هذا واش يحبوا دراري اونفان الصغار والكبار. دائما نقولكم مع جو روحوا شوفوا الوصفات القديمه واش درنا مع بعض، اختاروا جو وديروه وبالصحه. ولهنا هنا الوغ نديرها بهذا الشكل، هنا نسقمها شويه نزيد نروح نكمل لا سويت. الوغ شوفوا بالزعتر لاباط تاعي تجي تفحفح تجي تريح، او ميم طون كيما قلت لكم الصحه باش نديروا شويه مناعه لاغريب تاع الشتا اللي راهي جايه. الوغ نزيدو نشبحوها من الفوق، واش نقول لكم
سي بوغ سا وسمها بيتزا ساندويتش. راهي كيما ساندويتش برك بعجينه البيتزا، وتقدروا ديروها مدوره هاد لاباتا الناس اللي ما تبعتناش من قبل، دونك اللي ما شافوناش يقدروا هاد العجينه يستعملوها عادي. ديروا فرماج دوزيام ان شاء الله ما نسيت والو. درنا لي فريت المرقاس صوص طوماط فرماج غابي باسكو انا توجور ننسى حاجه. تقدروا تدخلوا فيها فرماج ساندويتش، يعني شوفوا لي نتوما هنا وليداتكم واش ياكلوا، لا افراد الاسره واش ياكلوا، ويلا كل وحده تبدا عندنا في البيتزا تاعها على حساب افراد الاسره اللي عندها. اهم شيء ديروهم لي كامل قد بعضاهم باش يطيبوا لكم في وقت واحد. وسهلين كما راكم تشوفوا، تمتم تسلكوهم توجو كما نقول لكم التحضيرات المسبقه. هذا مكان الا طيبتوا بولي اشي ولا بولي صدر قطعتوه مكعبات وطيبتوه بالبصل دوزنوه مليح، وجدوا كلش ديروا لي فخيت تاعكم بالطول ولا مكعبات كما درت انا، ومن بعد تجيكم الخدمه سهله. يبداو يخدموا معكم الدراري، مثلا واحد يدير لكم صوص طوماط واحد يدير لكم لي فخيت، وتتعاونوا وتطيب لكم بالفرحه كما يقولوا بالمشاركه تاع كل افراد العائله. الوغ اليوم حبيت نختار لكم مرقاز باش نغيروا شويه، عفوا راني ديجا نسيت الفرامجه. طويوها برك مليح ولا خفتوها تنحل، تقدروا ديروا لها شويه ماء تلصقوها لهنا بالماء. هي على كل حال ما تنحلش، ما تعمروش بزاف بزاف بزاف، قيس العجينه اللي درتوها. عفوا عبالكم واش نسيت، هنا نسيت المكون الاساسي، نسيت لي بواكاسي. هيا لا سوب تاع الصح مشمخ، فوالا خلوه يطيب. تقدروا تزيدوا حبيبه طوماطيش كيما تقدروا تخلوه كيما راه. الوغ نكملوا الحبه اللي تجي لهنا ونديكوريوهم ونديروا هادو زوج حبات وحدهم. الا تحبوهم خفاف وماشي معجنين يعني يدخلوا مباشره للفرن، غير نكملهم ندخلهم. والناس اللي تحب الحاجه خامره وفيها يعني كما نقولوا حنايا شويه البابه هذيك، تخليها ترتاح واحد 10 دقائق ولا ودخلوهم يطيبوا. يعني هنا نتوما ما حبيتو كيما البيتزا بول هذيك ما خليناهاش خمرت، دخلناها مباشره. لكن هذوك زوج حبات اللي قعدوا الاخرين كي خمروا وحدهم يجي فيهم شويه هذيك البابه. درت لها صوص طوماتيه الاولى، من بعد درنا بطاطا، درنا مرقاز، زدنا درنا فخوماج غابي، درنا فخوماج الابيض، قلت باش يذوبوا لداخل ويشدوا هذوك المكونات. ومن بعد كي غلقتها ما ندهنهاش بالبيض، زدت درت لها صوص طومات على الوجه، ودرت لها الزيتون الكحل، درت لها الزيتون الاخضر، ديروا لها طومات سوغيز، ورشيتها بكونتيتي مليحه تاع فخوماج غابي ودخلتها الطيب. دخلوها الطيب على اعلى درجه عندكم، بعد نقصوا لها شويه. دنانا هنا لاصوب تاعي راهي طيب، نعاود نرجعها ا غون فو ونروحو نديرو الكيك مع بعض. فوالا كنا دنيناها برك باسكو سحقينا ليسباس، نحركوها. هذا مازال شويه ونروحو لمقادير الكيك. ده الكيك تاعنا كيما قلت لكم بسيط، مقاديره بسيطه، نحو برك لاصوص طوماط خطياتو. واش عندنا فيه؟ دير عندنا فيه ثلاث حبات تاع البيض، راح ندير واحد متوسط ما هو كبير ما هو صغير. عندي نص كاس تاع السكر، يعني نص كاس شويه فوق النص كاس كما راكم تشوفوا معايا، ونص كاس تاع الزيت،
وعندي كذلك ملعقة كبيرة تاع مارغرين باش نبنن هذاك الكيك. اليوم مانيش راح ندير الكيك، كاين كيك فيه الزبدة والسكر ديراكتومون. الكيك تاعي تاع اليوم كيك كما دائما نقول لكم اقتصادي، نبداو بهذا وخطرة أخرى نديرو تاع لا مارغرين. ألوغ نجيب لكم لي زانغغيديون هنا باش تشوفوهم. ألوغ قلت 3 حبات تاع البيض، نص كاس تاع السكر، نص كاس تاع الزيت، عندي رشة تاع الملح ما نستغناش عليها، ملعقة تاع المعجون، وعندي كذلك كاكاو، هذا راح نديرو أو شوكولا، وتقدروا تستغناو على الكاكاو يجيكم مبيض. وعندي قلت مغرفة تاع مربى، نكسروا لها شويه شوكولا لداخل وشويه تاع لافارين. هذا ما كان، دوك نشوفوا مع بعض شحال راح ترفد لنا فارينا وما ترفد لناش بزاف الوقت. وحاجه سهله، دونك هنا نسحق مولا كيك. المول ديالي اول شيء لازم ندير له شويه مارغرين ولا نديروا له بابي كويسون. انا على بالي بلي المول تاعي نوعيه مليحه داريا نطيب فيه، دونك ندير له شويه مارغرين عفوا ونرشو بلا فارين. الوغ نرفد شويه فارينه ونجوزها على المول كامل ونرمي لو سوربلو هذاك الزايد. فوالا نخبطو باش يروح الزايد ونمسحوها على برا باش ما يتحرقناش. نجيبوا لو باتور، حنا ما نسحقوش لو باتور، لكن كيما دائما نقول لكم باش نربح هذيك دقيقه ولا دقيقتين انا نستعمل لو باتور، سينو نتوما بلو فوي مانويل يكفي. كي يكون الكيك تاع الزبده راح نفوتو في الزبده والسكر، لكن اليوم تاع الزيت راح نبداو بالبيض. بسم الله. ثلاثة بيض، رشة تاع الملح، وعندي نص كاس تاع السكر شوية فوق النص كاسة. ونعطيهم تخليطه صغيره بالباتر، قلت توما غير باليد. بسم الله. نروح بالزيت على زوج ولا ثلاث دفعات. هنا انتم اذا كان البيض تاعكم كبير الوصفة هذه ديروها غير بزوج حبات بيض، لكن أنا البيض تاعي اليوم كان صغير فاستعملت 3. ندير هذيك الملعقة تاع لا مارغرين ولا تاع الزبدة باش تبنوا بها الخليط تاعكم، يعني باش ما تجيش بنة الزيت ولا ما يجيش فاد يجي صامت. نديروا له هذيك المغرفة تاع لا مارغرين مع لا كونفيتور. هنا لا كونفيتور راح تعطي له طراوة و ميم طون راح تكون كمادة حافظة، يعني لو كيك تاعكم يقدر يضاين لكم مدة طويلة. وعندي كاكاو، هنا درت زوج مغارف كاكاو، اختاروا توجور نوعية شابة.
عندي معاهم دو باكيت على لوفور شيميك. تحبوا ديروا لافاني ديروا، انا هنا ما درتش باسكو لو كاكاو ديجا فيه ريحه شابه. وعندي دو بو دو ياغورت ناتور، هنا زوج علب ياغورت طبيعي، يعني ماشي بالفاكهه ولا فيغو ولا طبيعي. نحيو هذا، ونسحق اون بلانش نكسر شويه شوكولا. انا اليوم حبيت نخالفها بيسكو هو راه كاكاو لداخل، حبيت نديرها بيضه. تحبوا ديروا دي بيبيت ولا شوكولا فيرميسيل، ما تقدروا ديروا واش حبيتوا، ولا شوكولا نوار ما كانش مشكل. ليسونسييل كي ناكلوه نصيبوا فيه حاجه لداخل، يعني ما يجيش هكذاك صامط. تقدروا ديروا زبيب، تقدروا ديروا مكسرات. برك واش نقول لكم، كي تحطوه يطيب ما تتقلقوش عليه، باسكو راح ياخذ لكم مده طويله في الطياب، يعني راح يحقق لكم حتى ساعه نص على 180، يعني نتوما والكبر تاع المولاه هذا صغير، لكن كي يكون المول كبير ياخذ لكم حتى لساعه ونص. انا درت لو كاكاو، راح نضيف الفارينه، نعطيكم الكيل، نجيب الكاس كيما اللي درت به الزيت والسكر. يعني وتشوفوا معايا لا تيكستور، ماشي كيما المسكوتشو، لازم يكون شويه ثقيل على المسكوتشو. بسم الله، اي والله كيك تاع زمان. بسم الله، حاجه تاع زمان كاع حلوه وبنينه، اقتصاديه سامبل، ما فيهاش تغنجيق كبير. دوكا كلش سوفيستيكي، ياخذ الوقت، ياخذ مقادير. كما يقول لي كادير كانوا يديروا له لي سيريس كونفيت. صح يا كادير، شفا لي سيريس كونفيت. شفتوا معنا ما خذتش كامل الوقت البيتزا، يعني في طياب كي درتها على اعلى درجه، شحال خذت يا ربي، ربع ساعه وتكون لكم واجده. اذا عندي فاس قصير نعاود نرجع. الو خلا بيتزا ولا لا بيتزا تجي لهنا. لا سوب نديروا لها شطبه برك، الوغ الكيك تاعنا كيما راكو تشوفوا معانا اللي جا يشهي، نتوايو برك راح نحطوه. الوغ ما حبيتش نغطيكم، هذاك درناه فاني، وهذا عفوا درناه شوكو، قلت ياخذ لكم برك شويه وقت في الطياب. ونقدر نزيدو نقطعو شويه شوكولا ونديروها له على الوجه. حنا الله غالب راكو عارفين وقت البرنامج، هنا حبيت نقطع لكم. بسم الله، الوغ هذا شوكولا، عفوا هذا شوكولا، والثاني كان فاني. لا ما تجيش فوالا، انا عندي شوكولا بلون وعندي شويه لوز، ولا سينو عندي كاجو. نتوما ديروا شويه لوز افيلي راح يكون روعه. كما قلت لكم سينو شوكولا برك قطعوها شويه خشينه اي صافخا لافير. فوالا شوكولا بلون ولا نوار، نتوما واللي كاين، نتوما ما عندكم. مسحه خفيفه والاطباق تاعنا كامل راهي واجده.
إذا وصفتنا لها اليوم واش طيبتوا معايا سيداتنا اليوم؟ كنتوا طيبتوا معايا حساء ولا ان سوب تاع بوا كاسي اللي زدنا لها حبه بسباس باش نكسروا لها هذيك البنه تاع البوا كاسي للناس اللي ما يحبوش. درنا بيتزا ساندويتش اللي على بالي راح تعجبكم وتجربوها ان شاء الله وتفرحوا بها وليداتكم. كيما درنا كذلك لي كيك، درنا واحد او شوكولا ودرنا واحد فاني. اذا ما بقى لي غير نقول لكم يعطيكم الصحه انكم بقيتوا معايا حتى نهايه الحصه، بارك الله فيكم. شكر كبير لكامل الفريق اللي رافقني نهار اليوم. امين طير كان في الاخراج، عبد القادر والي كان وراء الكاميرا، كذلك ياسين برماق كان في الصوت، بلا ما ننسى لقمان في الاضاءه. اذا يعطيهم الصحه كامل ليكيب ونقول لكم بقوا على خير، نتلاقاو في عدد جديد ان شاء الله من الطيب معنا على قناه النهر.